سيد الرئيس، أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات والسادة، نقف اليوم أمام تطور بالغ الخطورة ليس فقط على القضية الفلسطينية ومجريات الصراع العربي الإسرائيلي، بل كذلك على مجمل الأوضاع في المنطقة والعالم. فالإجراء الأمريكي المرفوض وغير المسبوق من قبل كل الإدارات الأمريكية السابقة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والذي نستنكره بأشد العبارات، يمثل انحيازا كاملا للدولة المحتلة على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتعديا جسيما على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وتجاوزا للإجماع الدولي حولها، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وخرقا لقرارات الشرعية الدولية العديدة، فضلا عن كونه يتنكر للاتفاقيات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تؤكد جميعها على أن وضع القدس يتحدد في إطار مفاوضات الحل النهائي. كما تكمن خطورته في تقويض الأسس الرئيسية لعملية السلام، وفي إجهاض الجهود والمبادرات الرامية إلى استئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل والشامل، وخاصة في تشجيع إسرائيل على الإمعان في ممارساتها العدوانية والاستهتار بالشرعية الدولية والتمادي في استهداف المقدسات في القدس وتنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهويد المدينة وطمس معالمها التاريخية والحضارية وتغيير تركيبتها الديمغرافية ومواصلة مشاريعها الاستيطانية وسياسة فرض الأمر الواقع، وهي ممارسات ممنهجة مدانة كليا من الأمم المتحدة. ولئن كانت القدس ومجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى عقود هدفا لهذه السياسات العدوانية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، فإن الإعلان الأمريكي الأخير يفتح الباب أمام إسرائيل للإغالة في تعدياتها على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف وشرعنة ممارساتها وعربدتها، كما من شأنه أن يضيف عقبات كبيرة في طريق تحقيق السلام المنشود من المجتمع الدولي، علاوة على إسهامه في دفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والاحتقان. أصحاب السمو والمعالي، إننا اليوم في ظل هذا التحول الخطير أمام وضع يحتم علينا حزم أمرنا وتوحيد رؤيتنا بخصوص ما يجب القيام به من تحركات على مختلف الأصعدة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبار رمزيتها ومكانتها العظيمة لدى الأمة العربية والإسلامية، ومركزيتها في صميم القضية الفلسطينية العادلة، وإلى تطويق تداعيات القرار الأمريكي ومنع إسرائيل من استغلاله والبناء عليه. لقد دفعت الشعوب العربية ثمنا باهظا جدا جراء استفحال الأزمات وانتشار بؤر التوتر المدمرة للبشر والمقدرات والحضارة، ما انعكس بشكل خطير جدا على منظومة الأمن العربي وعلى التضامن العربي، ونحن محكومون بجمع شتاتنا والوقوف صفا واحدا من أجل قضية القدس والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الأبي وإعادة القضية الفلسطينية العادلة إلى صدارة الاهتمام الدولي، وفي ذلك محافظة على مقومات الأمن العربي وأحياء للتضامن بين بلداننا. ونؤكد مجددا موقف تونس المبدئي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية التي ستظل في أعلى سلم أولوياتنا، فإننا ندعو إلى تكثيف التشاور بين بلداننا بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية من أجل توحيد الجهود والمواقف واتخاذ الخطوات العملية والتحركات المناسبة في المحافل الدولية لخلق موقف دولي ضاغط يضمن الالتزام باحترام قرارات الشرعية الدولية، ويمنع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، ويضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف والحيلولة، دون أي محاولات لإجهاض مسار التسوية السلمية العادلة والشاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد خميس الجهيناوي على كلمته. الكلمة الآن للجمهورية اللبنانية.